أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تقديره لمواقف أيرلندا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مثمنا في هذا الصدد والإطار الخطوة الهامة والتي طلعت بها أيرلندا الأسبوع الماضي إزاء الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية. جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري وزير الخارجية مع نيهول مارتن وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي. وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية الأيرلندي قد دعا إلى مواصلة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مناقشة سبل الخروج من هذه الأزمة، معتبرا قيام بلاده بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بمثابة خطوة جيدة يمكن البناء عليها مع عدد من الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي، ومثمنا الجهود المصرية المبذولة حيال الأزمة لتحقيق التهدئة وإدخال المساعدات لسكان قطاع غزة.